السلام عليكم. وصلنا إلى المونيتورز، واللي هي أحد أدوات الـ Process Synchronization. تعتبر هي High Level Abstraction that provides a convenient and effective mechanism for process synchronization. يعني تعتبر هي يعني الـ Abstraction مثل ما ذكرنا هي أحد أدوات الـ Programming، اللي هي تعتبر كأنه نوع من أنواع الـ Classes أو الـ Objects التي توفر فد أداة أو ميكانيكية مناسبة وفعالة لمعالجة مشكلة تزامن العمليات. تستخدم ايضا ما يسمى بالابستراكت داتا تايبس، اي انه مثل ما ذكرنا هي كلاسز او اوبجكتس او فانكشنز، بحيث ان المتغيرات الداخليه يمكن الوصول لها فقط من قبل الكود في داخل البروسيجر الواحد. ايضا one process may be active within the monitor at a time، فقط عمليه واحده يجب ان تكون فعاله في داخل اي مونيتور في اي وقت. But not powerful enough to model some synchronization schemes، الا انها يعني غير فعالة بشكل كافي لكي تستطيع التعامل مع كل أنواع السينكرونيزيشن. هنا عندنا فد مثال بسيط على كيفية تمثيل المونيتر. المونيتر طبعا ننطي فد مونيتر نيم، اسم لهذا المونيتر. يبدأ يعني الفانكشن أو البروسيجر. شيرد فاريبل ديكلاريشن، هنا الإعلان عن المتغيرات المشتركة. بروسيجر P1، بروسيجر P2، P3، P4 إلى PN. بعد ذلك راح تجينا الانشنرزيشن كود وهكذا. هنا هذا سكيماتيك فيو اوف ذا مونيتور. هنا تلاحظ انه يعني في البدايه عندنا الانيشاليزيشن كود، مع ذلك العمليات التي تنفذ، واخيرا الشيرد داتا. الشيرد داتا اللي هي مشكلتنا الرئيسيه في عمليه السنكرونيزيشن راح تكون على شكل انتري كيو او طابور ادخال، اللي هي يعني يكون بهذه الطريقه دخول الايتم الاول، الثاني، الثالث، الرابع وهكذا. وهنا يعني الهالت او النل. ايضا ممكن استخدامه يسمى بالكونديشن فاريبلز، اللي هو المتغيرات الشرطيه في داخل المونيتورز. إذا افترضنا أنه عندنا condition X و Y، two operations are allowed on a condition variable، فقط عمليتين يتم السماح بهما على كل متغير مشروط، اللي هي الويت والسيجنال مثل ما ذكرنا سابقا، يعني حتى بالنسبة للسيمافور. X dot wait معناتها العملية التي تقوم بتنفيذ هذه البروسيس، التي تقوم بتنفيذ هذه الأوبريشن تكون يعني معطلة، بتنتظر حصول ما يسمى بالX dot signal. الX dot signal أيضا تقوم بعملية الريسيوم، اللي هو يعني إكمال التنفيذ بالنسبة للعمليات التي قامت بتطبيق الX dot wait سابقا. إذا لم يكن هناك X dot wait طبق سابقا على هذا المتغير، فبالتالي أن الX dot signal لن يكون لها أي تأثير على هذا المتغير أو الconditional variable. هنا أيضا المونيتورز with conditional variables، تلاحظ أنه أيضا عندنا الانيشاليزيشن كود، يعني الكود الأساسي أو في البداية الخاص بها البروسيس. بعد ذلك نقوم بتنفيذ العمليات اللي هي تكون غير مشتركة. واخيرا بالنسبه للبيانات المشتركه راح يتم تقسيمها الى conditional variables بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي، كل واحده منها راح يكون ممثله على شكل طابور. هذه الطوابير المخصصه لكل من المتغيرات اكس وواي. بعد ذلك ايضا راح الانتري كيو يكون عندنا مثلا الاكس ثم يعني ويت ثم سيجنال، ويت ثم سيجنال، وهكذا بالنسبه لكل المتغيرات. هنا نلاحظ بانه الخيارات اللي يمكن انه نستخدمها في حاله استخدامنا للconditional variables، اذا كانت العمليه بي قد قامت بتنفيذ الاكس دوت سيجنال، والعملية Q قامت ب suspended يعني منتظرة لعملية الـ X dot wait. هنا ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ يعني إذا كانت العملية P قامت بتنفيذ الـ X dot signal والعملية Q قامت بتنفيذ الـ X dot wait، هذا في الوضع الطبيعي يفترض أنه يسبب لنا deadlock أو starvation، إلا أنه لأنه إحنا قاعد نستخدم conditional variables راح يكون عندنا الخيارات التالية: both P and Q cannot execute in parallel، كلاهما لا الـ P ولا الـ Q تستطيع أن تقوم بتنفيذ في حالة الـ parallel، لأنه كلاهما وصل الى الكونديشنال فاريبل اكس، واللي هو يعتبر بيانات مشتركه، واللي هو يمنع عنا يعني يعتبر هو كريتيكال سكشن. فاما البي از ريسيومد، اف ذا بي از ريسيومد ذن، او اف ذا كيو از ريسيومد ذن بي ماست ويت. يعني اذا العمليه بي او الكيو اكتمل تنفيذها فمعناته البي يجب ان تنتظر، والعكس بالعكس طبعا. اوبشنز انكلودد، يعني هذه الخيارات اللي يمكن ان تحصل انه سيجنال اند ويت، البي تقوم بالانتظار حتى الكيو، اما ان تغادر المونيتور او تنتظر دي شرط اخر. الحاله الاخرى او الخيار الاخر انه يصير عندنا سيجنال اند كونتينيو، الكيو تنتظر حتى ان البي تغادر المونيتور او انها تنتظر الى شرط اخر. كلا هذه الحالتين يعني اما سيجنال اند ويت او سيجنال اند كونتينيو كلاهما لهما بروس اند كونس، يعني بهم ايجابيات وسلبيات. اللانجوج امبلمنتر كان ديسايد، يعني الشخص الذي يقوم بتنفيذ هذه الشروط او هذه الكودات باستخدام لانجوج معينه، بروجرامينج لانجوج معينه، هو الذي يستطيع ان يقرر ما هي الافضل، يعني هل ان الايجابيات اكثر من السلبيات او ان السلبيات اكثر من الايجابيات. وهذا الشيء يعتمد على يعني كل لغه برمجه واساسياتها.
المونيتورز implemented in concurrent Pascal compromise، يعني أحد الأمثلة على تنفيذ المونيتورز باستخدام ما يسمى بالconcurrent Pascal compromise. هنا راح يكون عندنا البي تنفذ، يعني تقوم بتنفيذ السيجنال immediately leaves the monitor، يعني كل عملية تقوم باستدعاء السيجنال تقوم مباشرة بمغادرة المونيتور، وبالتالي الكيو كان resumed، يعني الكيو يمكنها أن تقوم يعني تقوم بإكمال تنفيذها. ايضا اكو عندنا مونيتورز تم تمثيلها بلغات برمجه اخرى تشمل الميسا وسي شارب وجافا، وايضا مثل ما ذكرنا يعني تنفيذ هذه المونيتورز في هذه اللغات يعتمد على البروس والكونس لاختيار واحده من هذه الحالتين، اما سيجنال اند ويت او سيجنال اند كونتينيو. هنا ايضا اكو عندنا فد سولوشن للمونيتورز، يعني باستخدام المونيتورز لمشكله الداينينج فيلوسوفرز او عشاء الفلاسفه. هنا ايضا المونيتور راح نسميه داينينج فيلوسوفرز، راح يبدا ب ينوم. راح هنا نقسم الحالات اللي عندنا هي عباره عن thinking و hungry و eating والstate of five condition self of five. طبعا هنا افترضناها five لانه على فرض انه احنا عندنا خمسه فلاسفه على المائده سويه. راح يكون عندنا الفانكشن اللي هي pick up of an integer i state of i sound hungry بالبدايه. طبعا يعني احنا نلاحظ انه هنا كل واحد من الفلاسفه سابقا كنا نتعامل معه على انه thinking وايتينج فقط، هنا قمنا باضافه حاله الهانجري اللي هو يعني ينتقل من حاله الثينكينج الى الايتينج فقط اذا كان هو في حاله هانجري. فهنا بالنسبه لاي فيلسوف لكي يقوم بعمليه البيك اب اللي هو يعني مسك الفورك الشوكه او الشوبستيك اللي هو عصا الاكل، بالبدايه يجب ان يكون حالته هانجري، بعد ذلك يقوم بعمليه تيست للاي، اذا كانت الستيت اوف اي لا تساوي ان ايتينج فراح يقول سيلف اوف اي دوت ويت، يعني اذا هو هانجري وهو ليس في حاله اكل حاليا فما معناته راح يدخل في حاله ويت. الان كل واحد من هؤلاء يعني الفلاسفه الذين يريدون القيام بعمليه البيك اب. بالنسبه للبوت داون يعني اللي هو ترك الفورك الشوكه او الشوبستيك بعد يعني انتهاء الاكل، اولا الستيت مات لازم يكون ثينكينج، بعد ذلك تيست ليفت اند رايت نايبرز، يقوم باختبار الجيران الى اليمين واليسار، تيست اوف اي بلس 4 مود 5، تيست اوف اي بلس 1 مود 5، هذه هي اختبار الجيران الى اليمين واليسار. التست هذا طبعا ايضا فانكشن راح نشوفه وش المحتويات اللي بداخلها. هذه هي التست. التست هو الاختبار الذي نقوم به عندما نريد الانتقال من حاله الثينكينج الى الايتينج او من حاله الايتينج الى الثينكينج، واللي هي تتضمن الاتي: اولا نختبر حاله الشوبستيك الى اليمين او الفيلسوف الى اليمين وهل هو في حاله اكل او لا، وكذلك حاله الفيلسوف الحالي ستيت اوف اي يعني هل هو هنجري او لا، وكذلك حاله الفيلسوف الى اليسار اليمين واليسار وهل هو في حاله ايتينج او لا. إذا كانت كل هذه الشروط متحققة راح نسوي عملية state of i is eating، راح ينتقل من حالة thinking إلى eating ثم يقوم باستدعاء السيجنال بعد ما استدعى الويت هنا مثل ما شفنا self of i dot weight عندما يريد القيام بعملية pick up، ثم بعد ذلك self of i dot signal عندما يقوم بعملية test. وطبعا هذه كلها functions بعد ذلك راح يجي initialization code اللي هو يعني البرنامج الرئيسي for i يساوي 0 i يساوي 5 i زائد زائد، هذا هنا 5 لأنه مثل ما ذكرنا 5 فلاسفة، راح نقوم بتطبيق الستيت اوف اي يساوي ثينكينج، فكلهم بالبدايه يكونون في حاله الثينكينج وبعد ذلك يقومون بالانتقال الى حاله الايتينج او الهانجري بالاعتماد على الفانكشنز اللي ذكرناها سابقا. السوليوشن تو دايننج فيلوسوفرز ايضا يعني كل فيلسوف يقوم بتنفيذ عمليه البيك اب ثم البوت داون بهذا التسلسل، يعني بالبدايه بيك اب ايت ثم بوت داون، يعني يقوم بمسك الشوكات او عصا الاكل ثم بعد ذلك يقوم بالاكل ثم بعد ذلك يقوم بوضع الشوكات او عصا الاكل مره اخرى. هنا من المستحيل انه يحصل عندنا ديدلوك، ولكنه بعض الاحيان يمكن يكون عندنا ستارفيشن اذا كان هناك فيلسوف مثلا يقوم بعمليه البيك اب يعني بشكل متكرر ويبقى في حاله الايتنج مده طويله، فراح يسبب ستارفيشن بالنسبه للفلاسفه الاخرين. كذلك المونيتورز امبلمنتد يوزنج سيمافورز، اذا اردنا انه نقوم بتنفيذ المونيتورز باستخدام السيمافورز راح يكون عندنا ثلاث متغيرات ايضا كالعاده: سيمافور ميوتكس يبدا بواحد، وسيمافور نيكست اللي هو النيكست فيلوسوفر مثلا يبدا بصفر، والانتجر نيكست كاونت اللي هو ايضا العداد اللي يبدا بصفر. كل بروسيجر اف راح يتم استبداله بالتالي: ويت اوف ميوتكس، بعدين البودي اوف البروسيجر، بعد ذلك اف ذا نيكست كاونت اكبر من صفر نقوم باستدعاء السيجنال، والا سيجنال للنيكست، والا نقوم باستدعاء سيجنال للميوتكس. هنا ايضا ميوتشوال اكسكلوجن وذن ذا مونيتور از انشورد، هنا الاستبعاد المتبادل في داخل المونيتور يتم ضمانه باستخدام هذا الفانكشن اي باستخدام السيمافور لحل مشكله المونيتورز. ايضا نستطيع تمثيل المونيتورز باستخدام الكونديشنال فاريبلز او الكونديشن فاريبلز المتغيرات الشرطيه.
إذا كان لدينا متغير شرطي اسمه X، فبعد ذلك نستطيع سيمافور X سيم اللي هو initialization، والX count اللي هو يبدأ بصفر، وبعد ذلك أيضا نقوم يعني بعمل نفس العملية بالضبط. الX count يبدأ بplus plus، نقوم بزيادته بمقدار واحد، بعدين يبدأ بقيمة صفر، هذا هو الويت. if next count أكبر من صفر نقوم باستدعاء السيجنال، وإلا نقوم باستدعاء السيجنال للميوتكس، بعد ذلك نقوم باستدعاء الويت سيم وX count minus minus، أي أنه نقوم بتنقيص الكاونتر بعد أن قمنا بزيادته هنا. بالنسبة للX dot signal، هذه كانت بالنسبة للX dot weight اللي هي يعني استدعاء الويت للمتغير conditional variable اللي اسمه X. الX signal راح تكون أيضا نفس الحالة، if X signal أكبر من صفر نزيد العداد واحد، بعد ذلك نستدعي signal، وإلا يعني إذا ما تحقق هذا الشرط wait next و next minus minus. resuming processes with a monitor، بعد ذلك يعني إذا ذكرنا أنه بعض العمليات توقفت لسبب معين أو استدعت الـ x.wait وبدأ بقيت في حالة انتظار، بعد ذلك نحتاج أنه نقوم بعملية resuming اللي هو يعني إكمال التنفيذ لبعض العمليات. فكيف نستطيع اختيار ما هي العملية التي نستطيع السماح لها بإكمال التنفيذ؟ إذا كان لدينا عدة عمليات موجودة في طابور الانتظار للـ x اللي وكلهم يحتاجون الـ x.signal، فالـ x.signal يجب أن ينفذ، ولكنه لأي واحد منهم؟ ممكن نستخدم الـ first come first served، لأنه القادم أولا يخدم أولا، إلا أنه not adequate، يعني عادة يكون هذا الشيء غير مناسب. بدلا من ذلك نستطيع استخدام الـ conditional wait اللي هو الانتظار المشروط، construct for them x.wait of c، هنا هذا c راح يكون هو العداد أو الاسم لهذه العمليات، وكل واحدة من الاثنين اللي هو الـ priority number الأولوية رقم الأولوية لهذه العمليات. فالعملية اللي نفذت الـ x.wait of c بأولوية قليلة راح تنتظر أكثر، أما اللي أولويتها أعلى فهي راح تنفذ مباشرة. العمليات اللي لها رقم أقل معناتها أولويتها أعلى، يعني رقم واحد هو يعتبر الأول، رقم اثنين يعتبر الأولوية الثانية، رقم ثلاثة يعتبر الأولوية الثالثة. فبالتالي كلما كان الرقم قليلا كلما كانت الأولوية أعلى، هي التي ستجدول لكي تقوم بعملية الريسيومينج يعني بعد ذلك مباشرة. signal resource allocation أيضا هنا نقوم بتخصيص مورد واحد فقط لكل من العمليات المتنافسة باستخدام الـ priority numbers، هذه هي الأرقام الأولوية اللي ذكرناها قبل قليل. that specify the maximum time a process plans to use the resource، والذي يحدد أقصى وقت هذه العملية تخطط به أن تقوم باستخدام هذا الريسورس أو المورد، بحيث أنه أي عملية r.acquire تقوم بالحصول على فد resource معين. access the resource r.release، بعد ذلك يعني نقوم بالوصول الى هذا الريسورس اللي هو مثل ما ذكرنا قد يكون معالج او ذاكره او buffer او اي شيء اخر، بعد ذلك يتم استخدام هذا الريسورس من قبل العمليه، واخيرا يتم تحريره، حيث ان الار هو الانستانت اوف ذا تايب resources all allocator. الار هنا هو عباره عن نسخه من الريسورس allocator اللي هو مخصص الموارد، واللي مثل ما ذكرنا قد يكون ذاكره او معالج او اي شيء اخر. A monitor to allocate signal resource، هنا يعني كيفية تخصيص الموارد أو مورد واحد إلى كل عملية باستخدام المونيتورز. أيضا راح نستخدم نعرف هذا البروسيجر اسمه هو من نوع مونيتور اسمه resource allocator، راح يكون عندنا بوليان متغير من نوع true or false اسمه busy، والcondition x void acquire هنا هاي الفانكشن الرئيسية مالتنا اللي هي عملية الحصول على الريسورس، تحتوي على integer time هذا هو الزمن الذي يسمح للعملية باستخدام الريسورس فيه. إذا كانت busy x.wait of time busy يساوينا true، بعد ذلك void release هنا بعد استخدام الريسورس لزمن معين، هنا بعد ذلك نقوم بعملية release اللي هي ترك هذا الريسورس، busy يساوينا false و x.signal هنا مثل ما تلاحظون دائما نستدعي الويت ثم بعد ذلك نقوم باستدعاء السيجنال. الانشيلايزيشن كود راح تكون busy.false يساوينا false، هذه أول الشرط الأساسي اللي في البداية. هذا طبعا الى هنا ينتهي يعني كل انواع السنكرونايزيشن الجوريثمز الخاصه بالبروسيس سنكرونايزيشن. بعد ذلك راح نتحدث عن السنكرونايزيشن اكزامبلز اللي هي الامثله على المزامنه في انظمه التشغيل المختلفه، واللي راح نتحدث بها عن سولاريز ويندوز لينكس وبي ثريدز اللي هي باستخدام البايثون ثريدز. فهذه كلها راح تكون عباره عن مراجعه لكل الامور اللي تحدثنا عنها، ولكن فقط راح نعرف كل واحد من هذه الانظمه ما هي انواع السنكرونايزيشن الجوريثمز اللي يستخدمها، وشنو السبب اللي يعني يجعل كل واحد من هذه الانظمه تستخدم نوع معين. فخليكم ويانا، هذه الامور ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه. شكرا جزيلا ومع السلامه.